في آخر أسئلتها تقول: هل تجوز مقابلة ابن العم أو ابن الخال دون تغطية الوجه؟ لا يجوز مقابلتهم إلا مع الحجاب الكامل، لأنهم أجانب منها، يجب عليها الحجاب الكامل، ولا تخلو بأحد منهم لأنهم أجانب. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة، لأن هذا من أسباب الفتنة والوقوع في المحذور.